عليكم السلام. اتفضل. لك يا توني معلش هتقل عليك، قوم بس بيع الزبون ده عشان ورايا شيفت ولازم اخلصه. مش قايم يا اشرف، انا اخر زبون انا اللي بايع له، روح انت شوف الزبون ده. اتفضل يا فندم، بتدور على حاجه معينه؟ الصراحه كنت شايف الكشري ده على اخر بوست عندكم، كنت عايز اعرف بس هو بكام. الحته دي اصلا ب 600 وعلى عرض ب 500. تمام، عايز منها ماس 43. تمام موجوده يا فندم، اتفضل استريح لغايه لما اجهزها لك. اتفضل يا فندم. شكرا. لا اتفضل 500. تمام شرفتنا. ايه يا عم في ايه يا عم، ما تتصل بيا. بص بقى يا عم تيمو، عشان انا مش هشيل المحل ده على كتفي لوحدي، اشرف كل ما يخش له زبون اقول له روح شوف الزبون ده يقول لي انا بذاكر، هو فاكر نفسه هيطلع حاجه؟ ما تشوف لك سلفه معايا يا عم. اشرف اشرف اشرف، هو انا ما اوريش غير اشرف؟ هو انا مش قلت لك 100 مره طالما في زبون في المحل سيب الزفت اللي ملوش لازمه اللي في ايدك دوت وتشوف الزبون؟ انا فعلا عملت كده يا تيمو، انا مش عارف هو اصلا بيقول لك كده ازاي. قول لي ازاي يعني، هو انت هتكذبني؟ وبعدين انا بقول الحقيقه، وده اخونا الكبير ولازم يعرف كل حاجه. لا انت كذاب ومش دي الحقيقه وانت عارف انت كذاب. طب ما تضربوا بعض قدام احسن. بقول لك ايه نهايته، اي حاجه يقول لك عليها تسمعها، ولو مش عاجبك ما تقعدش معانا، انا رايح اجيب شغل يا توني. هو انا لازم اجيب الكتاب ده يا محمد؟ يعني قصدي يعني ما ينفعش اصوره؟ خلاص ماشي يا محمد، اقفل كلم انا اخونا الكبير واكلمك تاني. مع السلامه. يا تيمو. ايه يا اشرف؟ بقول لك ايه؟ كنت بس محتاج 250 سلف لاخر الشهر عشان الدكتور عندنا نزل كتاب وكنت محتاج اجيبه عشان الشيب. لا مفيش فلوس. ويلا روح شوف شغلك وسيبك من اللي انت بتعمله علشان لو حصل منك حاجه تاني هتزعل مني. ماشي خلاص، لا ماشي. سلام. سلام. بقول لك ايه؟ انا سمعتك وانت بتكلم تيمو من شويه عشان باين عايز كتاب من الجامعه صح؟ بس باين هو مرضيش صح؟ أنا عندي فكرة جامدة أوي ليك. فكرة؟ فكرة إيه دي؟ فكرة إيه؟ فكرة إيه يا توني؟ هقول أنت بدل ما تبيع القطعة وتحط فلوسها في الدرج، هتبيع القطعة وتحط فلوسها في جيبك عشان تعرف تجيب الكتاب اللي أنت عايزه، ولا من شاف ولا من دري. يا ابن اللعيبة، تصدق دماغك طلعت سم وعجبتني على فكرة، بس أنا مش هعمل كده ولا عمري هفكر في كده، وعلشان أنت أخويا الكبير أكني ما سمعتش حاجة. انا راح اشوف ورايا ايه. ارضي ده اشرف، معلش تاخرت عليك عشان كان عندي تسليم شغل جوه. ولا يهمك عليك، الكتاب اهو. بس بالله عليك خلي بالك منه وحاول ما تاخروش عليا عشان عندي تسليم شتاء. انا مش عارف اقول لك ايه والله يا سيد، بس اسلم لي حبيبي. ام الزفت اللي احنا فيه ده، ثالث مره عندي فلوس الاقيها ناقص. يا توني. ايه يا تيمو؟ تعالى هنا عايزك. في ايه؟ الفلوس ناقصه 250 جنيه. 250؟ يا ابن اللعيبه اشرف، انت عملتها. عمل ايه؟ عامل ايه يا تيمو؟ ما هي واضحه زي الشمس يا تيمو. كلمك من ساعتين وقال لك عايز 250 جنيه ودلوقتي الدرج ناقص 250. اشرف اخوك هيعمل كده؟ وقت الحساب يجمع ما بيننا ولينا رب كبير والحق. لا 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 ماليش دعوه بالكلام ده، اديتك مهله شهرين وبعد كده عملت اللي عليا، المكان الجميل بتاعك ده هيتشمع النهارده. الو مين؟ باشا مصر حبيب قلبي، كله تمام. حاضر انت دوق. حاضر. انا مش عارف مين الشخصية التقيلة اللي دخلت في الموضوع عشان يفكوا من ايدي. منكم بس انتوا ما فهمتوش. انا اللي جيت عليهم رميته في الشارع. كنت واقف على الرصيف في عز البرد. بس الحمد لله. ربنا كرمني. كملت تعليم. اتخرجت من الجامعة وبقيت راجل أعمال قد الدنيا. الجيرانات كلها بتحكي وتحكي عني. على فكرة أنا مش راجع أذيكم. ولا راجع أخد حق. بالدليل المحل بتاعك رجع لكم تاني بسببي انا. انا بس جاي اقول لكم كلمه واحده بس، وحشتوني.